طيب بشكل سريع همر على الأوتلاين تبع مساق مواضيع خاصة لمساق الماجستير واللي بيحكي عن الديب ليرنينج. تمام، الكورس أوتلاين طبعا هنا في تفاصيل كتير تحت المواضيع هذه. أول شغلة إنه حنحكي على introduction للنيورال نتوركس والديب ليرنينج، شو مفهوم التعلم العميق؟ أنتوا أخذتوا الماشين ليرنينج، شو بيفرق التعلم العميق عن الماشين ليرنينج؟ فحنشوف هذا الكلام في الانترودكشن، بالإضافة لتفاصيل أكثر يعني إنه كيف بتشتغل النيورال نتورك. بعد هيك بدنا ننتقل للموضوع الثاني وهو تحسين النيورال نتورك، فكيف ممكن انا احسن اداء النيورال نتورك، كيف ممكن نعمل هايبر باراميتر تيونينج. هايبر باراميتر في اي ماشين ليرنينج الجوريثم فيه بيكون في له مدخلات، المدخلات هذه كيف بدي اختار افضل القيم لها، هذا اسمه هايبر باراميتر تيونينج. في النيورال نتورك في عندي باراميترز عديده، فكيف بدنا نعملها تيونينج؟ يعني مثلا على سبيل المثال زي الليرنينج ريت، او حسب يعني السايز تبع النيتورك، كم طبقة، كم من نيورون أنا عندي. فهذا الكلام كله في الهايبر باراميتر تيونينج. بعدين ريجولايزيشن اوبتمايزيشن، هذه لها علاقة ب يعني تحسين التعلم في النيورال نتورك، كيف أثر هذه على الموضوع هذا. بعد هيك حننتقل لموضوع اللي هو الماشين ليرنينج بروجكت، إنه أنا أبني مشروع اند تو اند من البداية حتى النهاية. تمام، بعد هيك حننتقل ل الكونفولوشنال نيورال نتوركس او الشبكات الالتفافيه، واللي عاده تستخدم مع الصور. طبعا هذا الكلام عاده وليس يعني معنى ذلك انه لا يمنع، يعني انه ما فيش شيء بيمنع استخدامها في النصوص. تمام، فبالتالي انه هي تستخدم عادة في الصور، ولكن في لها تطبيقات ثانية او استخدامات ثانية في انواع اخرى مع البيانات. بعد هيك حناخذ السيكونس موديل، واللي هي عبارة عن ريكرنت نيورال نتوركس او شبكات تكرارية. وين ايش يعني ايش فكرة التكرار هنا في هذا النوع من الشبكات، وحنحكي برضو كذلك على الترانسفورمرز. تمام، البروجكت طبعا او طريقه التقييم، في عندنا الماده مقسمه لثلاث اقسام. القسم الاول هو بيبر برزنتيشن، فسلكتد بيبر برزنتيشن حتلاقوا في عندكم هنا مجلد اسمه بيبرز، حتختاروا منه ورقه عشان تعملوا لها عرض. يعني سابقا كنت انا اعمل البرزنتيشن للبيبرز هذه في نهايه الفصل، لكن الان انا حوزع البرزنتيشن الجدول تبعه طوال الفصل. تمام، البيبر هذه انا منتقيها وعارفها كويس، وبدي انه انتم تقرؤوها وتفهموها كويس وتعملوا فيها برزنتيشن. فبالتالي طريقه التقييم على هذه كيف تحصلي ال 30 علامه، انه يكون البرزنتيشن تبعك واضح، انه فعلا انه انت توصلي هذه الفكره تبعت الورقه وتشرحيها بشكل كتير كويس. والشغله الثانيه انه تقدري انه انت تجاوبي على الاسئله اللي انا حسالك اياها في نهايه البرزنتيشن المناقشه. طبعا يعني موضوع البرزنتيشن بدك انه انت يعني تعتني فيه او يعني تهتمي فيه بشكل كتير كبير، لانه هدول العلامات ال 30 علامة ممكن انه تحصليهم بسهولة، او ممكن انه برضو كمان يطيروا بسهولة. ما هو احنا يعني اول شهر مش حيكون في عندي يعني برزنتيشن، يعني حنقول انه اخر 3 شهور. تمام، وخاصة بالنسبة لعددكم انه قليل، يعني ممكن يكون انه اخر شهرين حيكون في برزنتيشن، بدل ما يكون البرزنتيشن كله مكوم يعني في نهاية الفصل. الجزء الثاني هو عبارة عن بروجكت، والغرض الأساسي من البروجكت هو إنه التطبيق العملي، لأنه التطبيق العملي بيساعد في استيعاب المفاهيم النظرية. المفاهيم النظرية بترسخ في ذهني إذا طبقتها أنا بشكل عملي. والبروجكت حيتم تحديد مجموعة من المواضيع في الغالب حتكون هي عبارة عن فاين تيونينج. فاين تيونينج ما بعرف إذا المصطلح هذا مر عليكم في الديتا ساينس، إنه أنا بدي آخذ بري تريند موديل وأكمل التريننج تبعه. تمام، فبالتالي البروجكت بشكل اساسي انه انا بدي اشوف البرفورمانس تبع موديل قبل ما اعمل له
فاين تيونينج، وبعد ما عملوا فاين تيونينج هل تحسن الأداء ولا لا. فحاعطيكم بعض الروابط لمستودعات ل بري تريند موديلز، تختاروا منها تشوفوا داتا سيت مناسبة، تمام، تختاروها تعملوا فاين تيونينج لهذا الموديل. تمام. الجزء الثالث هو الامتحان النهائي. الامتحان النهائي بيحتوي على أحيانا على problems، مسائل، تمام، يعني ما فيش فيه أسئلة مباشرة، كل هالأسئلة بتعتمد على الفهم. يعني في الامتحان النهائي عمري ما ححكي عرف أو عدد أو أذكر، هي عبارة عن problems، وانتو يمكن شفتوا نماذج امتحانات سابقة عندي في مواد تانية، فبالتالي بتعرفوا النمط، انه بعطيكم انه problem وكيف انه احنا ممكن انه احنا نحلها. طبعا الكتاب، في عندنا هذا الكتاب، في هذا الكتاب حتلاقوا عندكم فيديو ليكتشرز، يعني لكل محاضرة. يعني انتوا هنا لو رحتوا على الليكتشرز حتلاقوا انه المحاضرة هذه، انه هاي البي دي اف تبعها، وهي رابط الفيديو بهذا الشكل، تمام. فبالتالي في عندكم سلسلة محاضرات مع فيديوهات هنا ماشية، يعني المحتوى تبع هذا المسار انه بنفس الترتيب، بيحكي بشكل اساسي على مقدمة يعني او الرياضيات للديب ليرنينج بشكل اساسي، بعدين بيبدأ يدخل في موضوع الديب ليرنينج، بعدين سي ان ان، وبعدين السيكونس موديل، نفس الترتيب اللي احنا ماشيينه بالضبط، تمام. انا حستعين ببعض السلايدات من هذا الكتاب، تمام، لكن بشكل اساسي انا حاعتمد على هذا المحتوى. يعني احنا في عندنا 3 مصادر الريفرنسز هنا. انا في عندي ديب ليرنينج اي اي كورس، واللي هو من السايت هذا deeplearning.ai، تمام. ففي هذا ديب ليرنينج سبيشاليزيشن، ففي مجموعه من الكورسز، تمام، حتلاقوا انه المحاضرات والسلايدات انه موجوده من هنا. فانتوا لو رحتوا هنا على السلايدز هنا حتلاقوا في عندكم dl.ai، هذا السايت اللي هو حاعتمد عليه بشكل اساسي، deeplearning.ai، تمام. في بعض المحاضرات اللي انا حاعتمد عليها من جامعه ستانفورد، تمام، وهذا حاعتمد على بعض الاشياء هنا. يعني بشكل اساسي الماتيريال انا حاعتمد عليها من هنا. صحيح. فيعني على سبيل المثال انه هاي الكورس ديب ليرنينج سلايدز، انه الكورس واحد، فانت بتحكي او الاشياء اللي بدك تطبعيها هي ويك 1 ويك 2، وهذا اللي احنا حنمشي عليه ان شاء الله، تمام. فهنا في الديب ليرنينج اي اي في كورس 1 وي، هذه هي السلايدات اللي احنا حنمشي عليها، زي ما ذكرت انه من deeplearning.ai. اوكي. طبعا اللي بعطي المحاضرات هذه هو اندرو انجي، معروف جدا في مجال الديب ليرنينج، تمام. طبعا حتلاقوا سلسلة الفيديو ليكتشرز، يعني أنا حسجل المحاضرات وحضيف الرابط تبعها هنا، لكن الفيديو ليكتشرز تبعت الكتاب ديب ليرنينج بوك، وتبع الديب ليرنينج تبع أندرو أن جي، حتلاقوا إن الروابط تبعها هنا. هذه البلاي ليست كاملة، تمام، وهذه البلاي ليست لكل موضوع من المواضيع اللي أنا يعني حكيتها هنا في الكورس أوتلاين. يعني الجزء الأول الانترودكشن حتلاقوا فيه له بلاي ليست خاصة هنا، فبالتالي ممكن انه برضو لو في شغله انه انتم ما قدرتوش انه تستوعبوها او تفهموها من الكتاب، ممكن ترجعوا لسلسله المحاضرات الفيديو هذه، تمام. ف يعني هاي كل ما يتعلق بالاوتلاين تبع المساق. خلينا نبدا باول محاضره او اول سلايد هنا. طبعا
الكوبي رايت نوتس تبع هاي اللي هي كرييتيف كومون، معنى ذلك انه مسموح توزيعها بشكل مجاني، يعني اعاده استخدامها وتوزيعها بشكل مجاني تحت رخصه الكرييتيف كومون لايسنس. يعني هذا الشيء الجيد في هذا الموضوع. فحنبدا في الانترودكشن ان شاء الله. تمام. طبعا بشكل اساسي الـ AI تعتبر زي الكهرباء، هي الـ new electricity. الـ new electricity يعني هل في شيء بيشتغل بدون كهرباء حاليا؟ ما فيش اي جهاز انا عندي في البيت او بدي اعمل اي حاجة في البيت انه بحتاج لكهرباء عشان اشغله. ففعليا الـ AI حاليا ما فيش حاجة حتشتغل بدون AI، فعليا صارت كل حاجة AI powered. تمام. حتى الأشياء البسيطة، وذلك يشمل الكاميرا تبعت الجوال تبعك إلى المساعد الشخصي زي سيري، بالإضافة لأجهزة عديدة صارت الآن بتعتمد على الـ AI بشكل كتير كبير، فالتطبيقات تبعتها صارت مستخدمة في مجال واسع. تمام. طيب في هذا الكورس حنحكي على النيورال نتوركس والديب ليرنينج. تمام. كيف ممكن نعمل امبروفينج للنيورال نتورك اللي هو الهايبر باراميتر تيونينج، هي الاشياء اللي احنا حكيناها. تمام. وبعدين كيف نعمل ستراكشرينج للماشين ليرنينج بروجكت، كيف انه انا اقسم البيانات انا عندي لثلاث اجزاء، وليش الثلاث تقسيمات هذه؟ ليش ما يكونش قسمين؟ يعني ليش انه انا بحتاج ثلاث اقسام اللي هي تريننج والديفلوبمنت والتست. تمام. هنشوف ايش اهميتها. بعد هيك نتطرق لمفهوم السي ان ان، وبعد هيك الار ان ان. شو هي النيورال نتورك؟ تمام. النيورال نتورك يعني على سبيل المثال لو احنا بدنا نشوف ابلكيشن معين اللي هو الهاوس برايس بريدكشن، وبدي انا اعمل بريدكشن للهاوس برايس بناء او استنادا على السايز تبع الهاوس. يعني انا بحكي بشكل منطقي كل ما كبر البيت بده يزيد سعره، كل ما كبر مساحة البيت بده يزيد سعره. فبالتالي لو انا شفت يعني رسمت علاقة بين سعر البيت تمام وحجم البيت هنا، فحلاقي انه انا عندي النقاط هي موزعة بهذا الشكل. فبالتالي لو انا بدي اعمل بريدكشن للبرايس انا ممكن ارسم خط مستقيم بهذا الشكل. تمام. طبعا بما انه ما فيش سعر ممكن يكون بالنيجاتيف، فبالتالي انه هذا الخط مستحيل انه هو ينزل تحت. تمام. فبالتالي انه وما فيش برضه كذلك بيت السعر تبعه صفر. بالضبط. ما فيش اشي سالب وما فيش انه السعر تبعه صفر صفر صفر، سعر بيت بيبدا صفر. فبالتالي انه اسعار البيوت بقدر اقول انه الانترسبت اللي هنا انه على سبيل المثال اقل بيت ممكن يكون قديش حقه، يعني ممكن يكون 30,000. تمام. فبالتالي انه يعني انه هذا او بالاحرى او بالاحرى يعني انه هنا بقدر اقول انه هنا انه خليني امسح هذا الكلام. بالضبط. انه في يعني اقل بيت مساحته مثلا ممكن تكون مثلا 80 متر، فبالتالي انه هذه المسافة هي عبارة عن 80. تمام. 80 متر مربع. فبالتالي انه عشان هيك الانترسبت هنا، وهنا انه السعر مستحيل انه هو يكون بالنيجاتيف فبنزلش تحت، وفي نفس الوقت انه اقل سعر بيت ممكن يكون على سبيل المثال 30,000. فبالتالي انه السايز او البرايس انا عندي تبع البيت انه هنا بالالفات وبيبدا، او يعني كل ما كبر الحجم بيكبر او بيزيد السعر تبع البيت. فبالتالي انا بدي يعني ممكن ارسم بشكل مبسط، ابني بشكل مبسط شبكه مكونه من نيورون واحد، هذه النود. تمام. تاخذ انبوت السايز تبع البيت واللي انا بدي اعتبره اكس. تمام. وبدها تطلع لي كاوتبوت هو البرايس اللي انا بدي اعتبره واي. هذا الكلام انتم اخذتوه، يعني يفترض انه هو بديهي بالنسبه لكم، انه كل شغلنا في الماشين ليرنينج انه انا بيكون في عندي الاكس
تمام، هو الانبوت بدي اوجد الاف اكس اللي هو الموديل تبعي، والاكس اذا بتلاحظوا انا حطيتها بشكل يعني النوتيشن تبعها اكس كابيتال، معنى ذلك انه ممكن يكون في عندي اكثر من اتريبيوت، مش اتريبيوت واحد، لكن احنا في الحاله هذه بس عندنا اتريبيوت واحد اللي هو السايز، وهذا الموديل انه من خلاله بقدر اعمل بريدكشن للواي، او بمعنى اخر يعني ممكن اكتب المعادله ان واي بتساوي اف اكس، يعني هذا ماثيماتيكال نوتيشن لهذا الموضوع. فاحنا بشكل مبسط ممكن انه انا افترض انه انا في عندي انبوت واحد اللي هو السايز، وهذا النيورون بده يقوم بكمبيوتيشن معينه عشان يعمل لي بريدكشن للواي بهذا الشكل. تمام؟ طبعا هذا النيورون بده يعمل يعني بده يطبق اكتيفيشن فانكشن. يعني طبعا النيورال نتورك لو انا فكرت فيها انه هي محاكاه لدماغ الانسان، لانه البشر كيف بتستوحي يعني الابداع تبعها من الطبيعه، يعني على سبيل المثال انه الذكاء وين موجود؟ في دماغ الانسان. في دماغ الانسان ايش موجود؟ موجود انا عندي خلايا عصبيه، كيف موصله؟ موصلة من خلال عقد عصبية. إيش يعني كيف بيصير لها تنشيط؟ بيصير لها تنشيط من خلال إشارات كهروكيميائية. طبعا هذا الكلام لو أنا بدي أمثله ممكن أنا أمثله من خلال معادلات رياضية بدل إشارات. يعني في دماغ الإنسان بتكون إشارات كهروكيميائية، لكن في النيورال نتوركس بتكون من خلال معادلات رياضية. فبالتالي النيورون هذا بده يعمل عملية حسابات، بده يكون في عندي اكتيفيشن فانكشن، والاكتيفيشن فانكشن هنا لاحظوا انه الشكل تبع المنحنى هذا بهذا الشكل مشابه تماما للاكتيفيشن فانكشن اللي هي الريلو، واللي هي ظهرت مؤخرا وكان ادائها كثير كثير كويس، بتساعد في التدريب، بتسرع التدريب بشكل كثير كبير، اللي هي ريكتيفايد لينير يونت. حنشوف ايش في عندنا اكتيفيشن فانكشن مختلفة. تمام؟ طيب الآن ممكن أنا أضيف فيتشرز إضافية زي إيش مثلا؟ بالإضافة للسايز ممكن أضيف عدد البيدرومز، قديش عدد الغرف اللي في البيت. في العادة إنه كل ما كان فيه غرف أكتر أكيد بده يعني هذه لها علاقة بالسعر. بالضبط، ممكن اللوكيشن اللي هو البوستال كود، تمام، وممكن إنه الويلث أو نوع التشطيب تبع البيت. تمام، هيد هذه الفيتشرز انه انا دخلتها كانبوت، ممكن يعني ابني او اضيف طبقه، الطبقه هذه تستنتج فيتشرز بشكل امبليسيت، زي مثلا على سبيل المثال الفاميلي سايز، او ممكن على سبيل المثال الووكابيليتي، قديش انه البيت هذا قريب من المرافق الخدميه اللي موجوده حواليه، او السكول كواليتي، قديش مقدار جوده المدارس اللي موجوده حول البيت هذا. طبعا هذا الكلام انه موجود يعني ممكن انه هو يستنده من هذه المعلومه من هذه المعلومه. طبعا هذه الفيتشرز الهيدن، طبعا احنا بنسمي هذه الطبقه هيدن نيورونز هيدن لاير، فبالتالي انه هذه الفيتشرز هيدن. احنا بنفترض انه ممكن تكون في فيتشر قد تكون هذه او هذه او هذه، لكن فعليا انه هي عباره عن بلاك بوكس، فبالتالي انه هذه عباره عن مجموعه من الفيتشرز. تمام، ما بقدر انه انا اسمي هذه الفيتشر فيتشر كذا وفيتشر كذا بشكل امبليسيت، خلص انه هي عباره عن سم فيتشر، سم هيدن فيتشر. وهذه احد عيوب النيورال نتورك، انه انا عندي الطبقات الداخلية أو الهيدن لاير بتقدر إنه هي تشتق مجموعة من الفيتشرز بالنسبة لإلي أنا مش معروفة، لكن إنه هي تعتبر إنه يوسفول يعني يوسفول فيتشر ممكن يستخدمها أو تستخدمها للنيور نتورك عشان تعمل بريدكشن. طبعا أنتوا عشان تتخيلوا هذا الموضوع، تمام، بدي أستعين بتو سلايدز أنا عندي من كتاب الديب ليرنينج بوك. تمام، هذه الرسمة لها علاقة بشكل كتير كبير بالشرح اللي شرحناه في موضوع الـ House of Drugs. إيش بتلاحظوا أنتوا عندكم في الرسمة اللي على اليسار اللي هي الكارتيزيان كوردينيتس؟
وعارفين الكارتيزيان كوردينيت، أكيد درستوها في مرحلة دراسية معينة، تمام؟ بيكون أنا عندي الإحداثيات X وY. طبعا الـ X والـ Y هنا أنا موجود، أنا عندي في الرسمة مثلت البيانات. أنا عندي البيانات بتنتمي إلى two classes، كل كلاس أنا مثلته بلون وبشكل، يعني أنا في عندي المثلث وفي عندي الدوائر، وكل واحدة مثلتها بلون. هل أنا بقدر إنه أنا أرسم خط فاصل يفصل الـ two classes في الإحداثيات الكارتيزية؟ لا. بينما في عندي تمثيل آخر للإحداثيات، إيش اسمه؟ الإحداثيات القطبية، الـ Polar Coordinates. كيف؟ لا لا لا، الإحداثيات القطبية هو عبارة عن إحداثيات، نظام إحداثيات مختلف عن الكارتيزيان كوردينيت. بالضبط، إنه بيتم تمثيله بثيتا اللي هي عبارة عن الزاوية، بالإضافة للـ R اللي هو قديش مقدار الشعاع. فبالتالي إنه بيتم تمثيل البيانات أنا عندي بهذا الشكل، إنه يعني قديش كل نقطة، إنه هنا في الإحداثيات الكارتيزية أنا عندي هنا X واي، صح؟ فبالتالي انه كانت الاكس 3 والواي مثلا 7، فبالتالي انه هاي النقطة تبعتي هنا، هاي برسم دائرة هنا. بينما هذا انه يمثل بالثيتا اللي هي عبارة عن الزاوية بالإضافة للطول، فهي عبارة عن إحداثيات مختلفة. انتوا درستوها في مرحلة ما في دراسة ثانوية أعتقد، تمام؟ الفكرة في الموضوع هنا، إذا أنا غيرت نوع الإحداثيات في تمثيل البيانات، فعليا إنه صار في عندي البيانات separable قابلة للفصل، وصارت إذا صارت البيانات separable قابلة للفصل، معنى ذلك إنه أنا ممكن أنا أرسم خط فاصل أقول والله اللي تحت الخط أو فوق الخط إنه بتنتمي لكلاس، واللي تحت الخط تنتمي لكلاس تاني. طبعا طبيعة البيانات أنا عندي هي non linear في الغالب، طبيعة البيانات أنا عندي نون لينير. فوظيفة النيورال نتورك إضافة الطبقات وكأنه بعمل ترانسفورميشن للبيانات، تمام؟ لغاية لما في النهاية في الطبقة الأخيرة تصير البيانات أنا عندي لينير وتصير سيبرابل. معنى ذلك بعبارة أخرى إنه الهدف الأساسي تبع النيورال نتورك إنه أنا زي كأنه بعمل مابينج للديتا من نون لينير سبيس لينير سبيس بإضافة طبقات عديدة. كل ما كانت البيانات معقدة أكثر، كل ما احتاجت طبقات أكثر عشان تصير البيانات سيبرابل، وأقدر إنه أنا أميز بيناتها إنه هذه بتنتمي لكلاس وهذه بتنتمي لكلاس آخر. طبعا نرجع هنا، إحنا مثلنا هذا الكلام إنه أنا في عندي هنا some hidden feature. طبعا هذا الكلام إحنا حنشوفه في السي إن إن، فهنا في عندي مثال تاني هنا في السي إن إن. انتوا لو طلعتوا هنا يبقى انا عندي هاي الانبوت هو عبارة عن بيكسلز، تمام؟ وفي انا عندي مجموعة من الفيتشرز، يبقى هذه الصورة انا دخلتها انا عندي كانبوت اللي هي عبارة عن مجموعة من البيكسلز، تمام؟ هذا بسميه فيزيبل لاير، لانه ظاهر، يعني بعمل بريزنت للانبوت بالنسبة له، لكن هدول عبارة عن هيدن لايرز، تمام؟ ايش بيمثلوا؟ بيمثلوا شيء معين، هلقيت حنرجع له، لكن المطلوب انا عندي تصنيف الصوره هذه انه تتعرف على الاوبجكت، هل هو سياره او شخص او حيوان، تمام؟ الفيتشرز اللي هنا زي ما حكينا هنا، قلنا انه انولوجي، انه في انا عندي some hidden features النتورك انه بتستنبطها بناء على الفيتشرز الاساسيه، وبرضه ممكن يكون طبقه اضافيه هنا تستنبط فيتشرز اضافيه بناء على الفيتشر اللي قبل. هنا نفس الكلام، ايش الفيتشر اللي هنا؟ اول طبقه بقدر من خلالها اميز الايدجز، الايدجز اللي هي عباره عن الخطوط المستقيمه اللي هي خطوط الطول وخطوط العرض، يعني انه هذا الـ يعني انه انا عندي على سبيل المثال في عندي خط زي هيك، في عندي خط زي هيك، تمام؟ في عندي خط زي هيك بهذا الشكل، فبالتالي بيتم التعرف على الخطوط الأساسية في الإيدجز هذه. الخطوة الثانية أو الطبقة الثانية، الوظيفة الأساسية تبعتها إنه تتعرف على فيتشرز مختلفة، زي إيش مثلا؟ زي الكورنرز وزي الكونتورز. الكورنرز إنه أنا في عندي هنا كورنر بهذا الشكل، تمام؟ إنه زي هيك، أو في هنا عندي هذا بمثل أنا عندي عبارة عن كونتورز بهذا الشكل.
فبالتالي انه بيقدر انه هو يتعرف على المنحنيات او الزوايا المنحنية، تمام. بعدين الطبقة الثالثة بتقدر من خلالها انه تتعرف على الاجزاء الاساسية في الاوبجكت. ايش الاشياء الاجزاء الاساسية في الاوبجكت؟ انه البيرسون هذا ايش الفيتشرز الاساسية تبعته؟ هذه في يعني اي يعني اوبجكت، لو لقيت انه مثلا انه هذه الفيتشرز موجوده، فبالتالي انه هذا الشخص بيكون موجود. والسياره ايش الفيتشرز الاساسيه تبعتها؟ تمام. تمام، لاحظوا انه هنا في هنا عندي خطوط مستقيمه ودوائر انه مشتركه بين هذول الشغلتين، ولكن انه الطبقه هذه الاضافيه الفيتشرز اللي هي مبنيه على اللي قبل، اللي هي قدرت تتعرف الدوائر والمربعات والمستطيلات، قدرت انه هي تميز انه والله الشكل العام هذا هو عباره عن سياره، هذا عباره عن حيوان. لانه انا ما بقدر اطلع، او انه انا يعني اقدر انه احكي انه والله اذا كان اللون كذا فبالتالي انه بكون كذا، لا، انا بطلع على اشياء اساسيه، وهذا الاشي احنا نعمله كبشر. عشان هيك انه الانالوجي او التمثيل او التشبيه تبع النيورال نتورك مع طريقتنا احنا في التعرف على الاشياء، يعني انا ممكن اشوف اشي من بعيد مش عارف الالوان تبعته، ممكن بسبب انه الرؤية كتير ضعيفة انه الالوان تبعته داكنة، يعني مش ظاهرة ايش الالوان تبعته، انه هو يعني ايش لون البشرة تبعته او هو ايش لابس، ولكن الهيئة تبعته هيئة انسان. فبالتالي انا بعمل ريكوجنيشن للاوبجكت هذا انه في واحد جاي او في سيارة جاي من بعيد. فهذا الكلام برضو كمان مرة، هذا عبارة عن hidden feature، ولكن احنا بنحاول نفهم انه الطبقات كل مالها انه بتضيف some hidden feature. هذا الفيتشر الاول مش بالضرورة انه يكون الايدجز، بس احنا حكيناها عشان ان احنا نستوعب، وهذه مش بالضرورة تكون الكورنرز والكونتور، ولكن انه احنا حاولنا نمثلها زي ما مثلنا هنا، انه هنا في عندي some hidden feature، برضو هنا عندي some hidden feature. ايش هي؟ ما بقدر أجزم إنه هي عبارة عن corners أو edges أو يعني object parts. لغاية حد معين بعديها بصير في عندي overfitting، وهذا موضوع مهم جدا احنا حندرسه، انه شو موضوع الاوفر فيتنج. موضوع الاوفر فيتنج في عندي اندر فيت، وفي عندي انه الموديل فيت، يعني انه هذا الموديل المناسب، وفي عندي الاوفر فيت. الاوفر فيت بيكون انه اداؤه كثير ممتاز، يعني زي كانه بحفظ البيانات حفظ. احنا بدنا موديل يكون فاهم النمط الاساسي تبع البيانات، مش انه انا يكون حافظ التريننج داتا سيت، وبالتالي لما اجي اختبره على التيست داتا بيفشل فشل ذريع. فبالتالي انه مش دائما انه انا كل ما كبرت حجم الشبكه، فبالتالي السايز تبع النتورك هذه احد الهايبر باراميتر اللي احنا حنعملها تيونينج، وحنشوف كيف نختار الحجم المناسب تبع الشبكه. تمام. طبعا هنا توضيح يعني عشان نفهم مفهوم الديب ليرنينج برضو ككونسبت، فبرضه حستعين بهذه السلايد. انا عندي هنا رول بيست سيستم. الرول بيست سيستم انه انا بكتب برنامج عادي اف الس، تمام، وهذا بتطلب مني انه معرفه، انه انا بحكي انه اذا كانت الكيس كذا فبالتالي دين كذا، الس او الف، انه الس اف يعني انه اعمل كذا، الس اف اعمل كذا. فبالتالي انه هاند ديزايند بروجرام، هنا بيشتغل الديفلوبر. تمام. اما الكلاسيك ماشين ليرنينج ايش بده يعمل؟ البروجرام نفسه او اللوجيك نفسه مش مطلوب منه انه هو يعمله، لكن ايش مطلوب منه؟ الفيتشرز، انه هو يحدد ايش هي الفيتشرز اللي بدها تدخل على الماشين ليرنينج الجوريثم، عشان الماشين ليرنينج الجوريثم بيبني الموديل اللي هو اللي بيمثل اللوجيك تبع الاف الس لحاله، بيتعلم هذا الكلام، تمام، عشان يطلع لي الاوتبوت. بينما representation learning واللي من بيشمل الديب ليرنينج، اللي هو الديب ليرنينج ايش بيشمل؟
بيشمل انه بيكون في عندي طبقة اضافية انه هي لحالها بتتعلم الفيتشرز، فبالتالي موضوع الفيتشر انجينيرينج مش من مسؤولية الماشين ليرنينج ديفلوبر صارت حاليا، فبالتالي الديب ليرنينج لحاله بيتعلم الفيتشر. كيف بتعلم الفيتشر؟ من الطبقات الاضافية، عشان هيك الشبكة صارت شبكة عميقة لانه فيها فيتشر اضافية، عشان فيها لايرز اضافية عشان تتعلم الفيتشرز. تمام، فهذه ممكن تكون زي ما انتم شايفين هي طبقة واحدة، وهنا ممكن تكون هي متعدد الطبقات، لانه البيانات انا عندي او طبيعة البروبلم انه كومبلكس وبتحتاج لاديشنال لاير عشان تتعلم من الابستراكت فيتشرز. يعني بمعنى اخر ممكن نسمي هذه الطبقة او هذه الفيتشرز اللي هنا، هذه عبارة عن abstract features. إيش يعني abstract features؟ features مجردة، إنه هي عبارة عن خطوط مستقيمة edges. تمام؟ طيب إيش ممكن يكون في عندي features أعقد ولكن مبنية برضو على الخطوط المستقيمة؟ مربعات ومستطيلات ومثلثات، فبالتالي إنه صار في عندي ليفل أعلى من الفيتشرز وهكذا. أوكي؟ طبعا يعني قبل ما اغادر السلايد هذه انه ححكي، يعني لانه احنا برضه حنعرض لموضوع السايز تبع الداتا سيت. طبعا السايز تبع الداتا سيت يعني هذا التايم لاين من 1900 لغايه 2015 او 2020 هنا. تمام، هنا انا عندي الاحجام تبعت البيانات. ايش بتلاحظوا في الاحجام تبعت البيانات؟ كل ما زاد الزمن صار انه انا في عندي توفر للبيانات، انه السايز تبع الداتا سيت انه زاد، هذا بفضل الديجيتايزيشن او التحول الرقمي. تمام، فايش من الداتا سيتس اللي حتمر علينا بشكل متكرر؟ انا عندي الايريس داتا سيت، اكيد انتم مرت عليكم الايريس داتا سيت، طبعا هي ظهرت ما قبل الخمسينات. انا عندي في هنا عندي سيفار، هذه عبارة عن داتا سيت، في ايمج داتا سيت، في هنا عندي الايمج نت، في عندي الامنست. تمام، في عندي الايمج نت 10 كي، وفي عندي الدبليو ام تي وورد ماشين ترانسليشن اللي اخذوا كورس ماشين ترانسليشن، في داتا سيت انه احنا استعنا فيها من هذه الداتا سيت. الملاحظ يعني هاي الامنست داتا سيت هي عباره عن يعني مجموعه من الديجيت. تمام، فبالتالي انه بكون الغرض الاساسي من النيورال نتورك هو التعرف على الارقام، مستخدم في تطبيقات عديدة. يعني مثلا على سبيل المثال نتعرف على أرقام ألواح السيارات، لما بكون في عندي رادار في الخطوط السريعة فبدي أشوف السيارات، أتعرف على الرقم تبعها، وبدي أشوف السيارات اللي تجاوزت حد السرعة بهذا الشكل. تمام، هلقيت إحنا يعني هنا شفنا الداتا سيت، يبقى هنا بدي أفهم بشكل أساسي من الترند تبع الهيستوري انه في توفر في الداتا سيت. هذا بيمكن انه احنا نعمل تطبيقات اكثر في الديب ليرنينج، لانه الديب ليرنينج بدون داتا سيت عديم الفائده. تمام، ففي توفر في الداتا سيت، هذه اول شغله. الشغله الثانيه بدنا نشوف الحجم تبع النتورك او الكونكشن بير نيورون، قديش عدد الكونكشنز في النيورون. هنا لو شفنا انه التايم لاين تبع هذا الموضوع، انه انا عندي يعني هذه عدد الكونكشن، هذه 10 كونكشن، 10 اس 1، هنا 10 اس 2 100 كونكشن، لغايه 10 اس 4 انا عندي يعني 10 و4 اصفار، يعني حوالي 10,000 كونكشن. فبالتالي عدد الكونكشنز اللي تم بنائها مع التايم لاين كل ما تقدمنا في الزمن صار في عندنا اتاحه اكثر انه احنا نعمل شبكات اكبر. تمام، لغايه يعني هنا لو بدنا نقارن هذا الكلام بادمغه كائنات حيه عشان نشوف انه والله النتوركس اللي احنا بنعملها قديش، انه هذه تكافئ قديش. يعني الفلاي فروت او الفروت فلاي، ذباب الفاكهه، قديش عدد الكونكشن فيه؟ حوالي 100 كونكشن. تمام، يعني بعد ال 2015
بدأنا أن احنا نبني شبكات أنه تتجاوز هذا الرقم. دماغ الفأرة 10 أس 3، الكات لا مستوى أعلى أقل من 10 أس 4، الهيومن هي 10 أس 4. معنى ذلك لو احنا عملنا بروجيكشن في الفيوتشر هنا في 2056، لو احنا استمرنا بهذه الوتيرة ممكن انه بناء شبكة تحتوي على يعني عدد كونكشنز يعني يعني كبير جدا. تمام؟ طيب نيجي إلى مفهوم السوبرفايزد ماشين ليرنينج. إيش هو مفهوم السوبرفايزد؟ أكيد مر عليكم. هي بتكون بيكون في عندي إكس وواي، تمام؟ أما في الآن سوبرفايزد بيكون في عندي إكس، ما بيكونش في عندي واي ببساطة شديدة جدا. تمام؟ يبقى هنا خلينا نشوف كيف شكل ال... كيف؟ سيلف سيمي سوبرفايزد قصدك؟ مر علي سيلف ليرنينج لكن سيلف سوبرفايزد مش عارف اذا المصطلح هذا. السيلف ليرنينج هو لوحده بيتعلم بالضبط. صحيح، يعني هو كاتيجوري لحاله. حكيت في السوبرفايز، خلينا نشوف بعض الأمثلة، نشوف كيف شكل الاكس ونشوف كيف شكل الواي. يعني على سبيل المثال الهوم فيتشر هي بتعتبر انا عندي الاكس، ايش الاوتبوت؟ شفنا انه انا بدي اتنبأ بسعر البيت، وهذا الكلام في تطبيقات مشابهة كثير انه ممكن انا ابني موديل بناء على بدي اعمل بريدكت للبرايس تبعت الفلايت، او ممكن اعمل بريدكت للبرايس تبع السيارة بناء على المواصفات تبعتها. زي ما في البيت في المواصفات، برضو السيارة في لها مواصفات، والرحلة في لها مواصفات الفلايت، انه ايش السورس وايش الديستنيشن، قديش عدد، يعني هل هي رحلة مباشرة ولا رحلة فيها ترانزيت ولا ايش بالضبط. تمام؟ فالتطبيق تبعه يعني هنا البريدكت للبرايس تبعت الهاوسز، التطبيقات تبعته في الريال استيت، في العقارات. في العقارات احنا بنستعين بهيومن اكسبرت اللي هو السمسار. انا باجي بقول له انه والله انا بدي ابيع البيت تبعي، قديش بسوى هذا البيت؟ بيجي بسأل اسئله بتمثل الهيومن نوليدج. ايش الاسئله هذه؟ بقول لي في اي منطقه، في عماره ولا في بيت لحال، في اي طابق، قديش له مبني، قديش عدد الغرف، قديش مساحته، كل هاي الامور بيسالني عنها، وبعدين بقول لي بناء على هذا الكلام والله السعر بين كذا وبين كذا. فهل نقدر احنا نبني موديل بناء على المعلومات هذه ويحاكي انه خبره الانسان انه بناء على المعلومات هذه انه يقدر يتنبا بسعر البيت ونستعين بيه بدل الهيومن اكسبرت؟ تمام. التطبيق الثاني اللي هو الاد بالاضافه لليوزر انفو، وبدنا نعمل بريدكت انه هذا الإعلان بناء على البروفايل تبع المستخدم هذا حيعمل كليك ولا لا، صفر أو واحد. تمام؟ والمجال تبعه في الأونلاين ادفرتايزنج. فبالتالي إنه أنا بدي أختار، بدي أعمل بريدكت للإعلان اللي المستخدم بيعمل كليك عليه. فبالتالي أنا حعمل بريدكت لكل الإعلانات وحشوف إنه إيش يعني إيش الإعلانات اللي اليوزر حيعمل كليك عليها وهي اللي بظهر. لأنه إظهار إعلان المستخدم مش هيعمل كليك عليه، فبالتالي انه هذا يعني انه مجهود ضايع، يعني فاقد او ضايع في الهواء. الانبوت ممكن يكون ايمج، والاوتبوت هو عباره عن اوبجكت، وعاده الاوبجكت ديتكشن مودلز ممكن انه حاليا فعليا البري تريند مودلز ممكن تحتوي لغايه 1000 اوبجكت. ايش المقصود بال 1000 اوبجكت؟ ممكن تتعرف على 1000 اوبجكت مختلف. ايش الاوبجكت هذا؟ زي ايش مثلا؟ سياره، شجره، طائر،
حصان، مش عارف، يعني كل هاي عبارة عن اوبجكت. يعني معظم الموديل الموجودة حاليا انه فعليا capable او قادرة انه هي تتعرف على عدد كتير من الاوبجكتس. ايش التطبيقات تبعتها؟ فوتو تاجينج بالضبط، انه انا في عندي داتابيز من الصور بدي ابحث فيها، فبدي ابحث عن حصان، فبالتالي انه بدي اشوف وين الصور اللي ظاهر فيها الحصان بهذا الشكل. الاوديو هذا كانبوت، ايش الاوتبوت؟ الترانسكريبت، ترانسكريبت اللي هو النص المكتوب، تمام؟ فيعني هذا هو الاوتبوت، فبالتالي الانبوت هو عبارة عن سبيش ويف ساوند، والاوتبوت هو عبارة عن ترانسكريبت اللي هو النص المكتوب، وهذه التطبيقات تبعته اللي هو السبيش ريكوجنيشن، سبيش ريكوجنيشن. وانتو يعني التطبيقات هذه تبعته عديدة، زي مثلا الإملاء الصوتي، وهذه الشغلة إنه ممكن أنا يعني عشان بكتب رسائل كتير مثلا على الجوال، والجوال الكيبورد تبعته صغيرة، وأنا خلاص يعني ما عنديش طولة بال إنه أنا أضلني أنا أكتب على كيبورد صغيرة، فممكن أنا أستخدم الإملاء الصوتي لكتابة رسائل مثلا على سبيل المثال. أو إنه على سبيل المثال مستخدم في تطبيقات عديدة، إنه الراديو يعني البث تبع المحطات الإذاعية لو بدي أعمل بحث فيه لازم أعمل له ترانسكريبشن، لأنه بقدرش أبحث في الصوت مباشرة، فبدي أعمل ترانسكريبشن للتكست، وساعتها بكتب في التكست، وساعتها بقدر إن أنا أدور في الأخبار أو المحطات الأجنبية مثلا على سبيل المثال، إيش يعني وين أو إيش هي المواطن اللي ذكر فيها مثلا موضوع كذا أو كذا أو كذا. الانبوت هو عبارة عن نص بالانجليزي، او ممكن يكون حتى سبيش فويس، وهنا بالصيني. هذا التطبيق تبعه يعتبر ماشين ترانسليشن، وتطبيقات الماشين ترانسليشن عاديه وانتم بتستخدموها اكيد بطبيعه الحال في حياتكم اليوميه، تمام؟ ممكن يكون في انا عندي هنا تو انبوت بالاضافه للايمج، في عندي رادار انفو، رادار انفو اللي هي بيكون موجود في السياره عاده، بيكون هو عباره عن المستشعرات اللي موجوده في السياره، فبالتالي الاوتبوت هو عباره عن البوزيشن اوف اذر كارز، انه انا بدي اعرف الموقع تبعي بالنسبه ل او مواقع السيارات الثانيه عشان اخذ قرار انه انا استمر في القياده في السير يعني، او انه انا اعمل ستوب في سياره موجوده قدامي. وهذا الموضوع اسمه اوتونوموس درايفنج، او السياره ذاتيه القياده، تمام؟ بالنسبة لأنواع الشبكات اللي مستخدمة في هذه التطبيقات، هذه عشان الستراكشر داتا ممكن تكون انه ستاندرد نيورال نتورك، الايمج مستخدم في الغالب سي ان ان، هذه اي شغلة فيها سيكونس او تيمبورال انفورميشن، المقصود بالتيمبورال انفورميشن انه بيكون الترتيب مهم، تمام؟ بالضبط حسب الوقت. يعني انا لما باجي احكي على سبيل المثال انه ايش اجت قبل ايش، فبالتالي انه انا مثلا على سبيل المثال بدي اعمل بريدكشن للاوديو، والاوديو بيكون هو عباره عن سيكونس، لانه هو عباره عن مجموعه من المقاطع الصوتيه بترتيب معين بيكون في لها ترانسكريبشن معين او بريدكشن معين، فبالتالي الترتيب هاي الشغلات مهم جدا في هذا الاطار، تمام؟ وبرضه الماشين ترانسليشن برضه كذلك، للي اخذوا مصاف ماشين ترانسليشن انه في الغالب بيكون عباره عن ار ان ان. اما الاوتونوموس درايفر درايفنج ممكن يكون عباره عن كاستم او هايبريد نتورك، انه انا ممكن ادمج من خلالها عده شبكات او انواع مختلفه او اركيتكتشر مختلفه من الشبكات، تمام؟ هذا الشكل الاساسي تبع الستاندرد نيورال نتورك، تمام؟ بيكون في انا عندي طبقات الانبوت، وبيكون في عندي هيدن لاير، وفي عندي الاوتبوت، ممكن تكون متعدده الطبقات، تمام؟ اما الكونفولوشنال نيورال نتورك انه الترتيب تبعها مختلف، انه بيكون في انا عندي الانبوت هو عباره عن الايمج، والايمج هو عباره عن ثلاث مصفوفات زي ما حنشوف اللي هي الار والجي والبي، تمام؟ وبعدين بيكون في عندي عده كونفولوشن، عده طبقات كونفولوشن، تمام؟ هاي طبقة الكونفولوشن الأولى، هاي طبقة الكونفولوشن الثانية، وزي ما انتم شايفين الدايمنشن تبعتها تبعت الكونفولوشن نتورك هذه مختلفة، تمام؟ يبقى هي عبارة عن ثلاثة، اثنين في أربعة في أربعة،
تمام، وهذه 2 5 في 2 في 2 وهكذا يعني بهذا الشكل. والريكارنت انا ما بحكيش هنا كيف بدنا نحدد السايز او عدد الطبقات هنا او عدد اللايرز هنا، وهنا انا ما بحكي في تحديد، بس انا بحكي كاركتكتشر. السي ان ان من ايش مكونه؟ الطبقات تبعتها مش طبقه عاديه هيدن لاير زي هيك، لا، مكونه من كونفولوشن لاير. الكونفولوشن لاير عاده بيكون يعني في له سايز، والسايز هذا تحديده موضوع ثاني، بس انا بحكي عشان تعرفوا بالضبط. تمام. اما الريكرنت نيورال نتورك، يبقى هنا انا عندي الايمج هو عباره عن الاكس، تمام، والواي بيجي عندي هنا في الكونفولوشن نيورال نتورك. تمام، بكون في عندي طبقه هنا اضافيه انا بضيفها تيجي وراها الواي. اما الريكرنت وهي هذا الاكس وهذا الواي، اما الريكرنت هي الاكس هنا تحت شايفينه والواي فوق، واللي في النص هذه الهيدر لاير. وايش بتلاحظوا؟ انا عندي موضوع مفهوم الريكرنسي، يبقى انا عندي هنا في العاده انه بتكون الطبقه هذه موصله، يعني هنا هذا يعني هذا النيورون موصل بكل الطبقات التي تليه. اما هنا في الريكرنت لا، الوضع بيختلف، لانه بيعمل فيد لانبوت للطبقه التي تليه بالاضافه للي جنبه، عشان يعمل بريزيرف لمعلوم للسيكونس انفورميشن، يعمل عشان يعمل بريزيرف للسيكونس انفورميشن. فبالتالي انه اوكي، يبقى تخيلوا انا عندي انه هذه الجمله هي عباره عن مجموعه من الكلمات، يعني ذهب الولد مثلا، هنا الولد، فبالتالي الانبوت هنا انه جاي انه الانبوت هذه الكلمه اللي هي الولد، واكون عارف ايش الانبوت اللي قبليها او ايش الكلمه اللي قبليها اللي هي ذهب بهذا الشكل. تمام، طبعا حنخوض في تفاصيل هذه الشغلات بالتفصيل، لانه احنا حناخذها بشكل منفصل. طيب، يبقى الستراكشر داتا، ليش الستراكشر داتا؟ لانه الشكل الاساسي تبعها معروف، يعني ستراكشر هي عباره عن تيبل في الداتابيز. طب بيكون في عندي اعمده، تمام، وفي صفوف، والنوع تبع البيانات معروف انا عندي. تمام، زي مثلا الهاوس برايس، انا عندي السايز تبع البيت، عدد البيدرومز الى اخره من الفيتشر، نقط نقط نقط، بعديها انا عندي العمود تبع الواي. فبالتالي هذا كله عباره عن اكس، تمام، وهذا العمود واي. وهنا نفس الفكره، انا عندي هذا كله اكس وهذا العمود هو الواي، انه هو هيعمل كليك او لا. تمام، هذه ستراكشر داتا. الان ستراكشر داتا ممكن تكون عباره عن اوديو ويف ساوند زي ما انتم شايفين، او ممكن تكون عباره عن ايمج، تمام، او ممكن فيديو، او ممكن تكست زي ما انتم شايفين بهذا الشكل. فهذه ان ستراكشر داتا، معنى ذلك انه الفيتشرز الموجوده هنا ما فيش فيتشر ستراكشر. اما هنا الفيتشر، انا في عندي فيتشر اسمه سايز، والقيمه تبعته للرو الاول او التريننج اكزامبل الاول هو عباره عن 2104، عدد البدروم 3، هذا فيتشر ثاني. اما هنا شو هي الفيتشرز؟ انستراكشرد فيتشرز. تمام، عشان هيك اداء النيورال نتورك، مع انه هنا التطبيقات تبع الديب نيورال نتورك انه اداءها كثير ممتاز، لكن الاثر او يعني الفائده العظيمه تبعت النيورال نتورك وين بتظهر؟ بتظهر في الانستراكشرد داتا. فعشان هيك يعني بعباره اخرى حتلاقونا انه احنا الكورس هذا هو عباره عن يعني كمبيوتر فيجن زائد ناتشورال لانجويج بروسيسنج. حتلاقونا انه احنا حنتعامل مع صور كثير، حنتعامل مع نصوص كثير. تمام، طيب، خلينا ناخذ بريك هنا عشان نصلي ونرجع ثاني.